أيها المسلمون والمسلمات، أيها الحضور الكرام، أيها المشاهدون المشاهدين والمشاهدات، برنامج ديالنا اليوم وهو كيف نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. كيف نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ رؤيته حق، أليس هو القائل من قال إذا رأيتمني في المنام لقد رأيتني حقا وصدقا إن الشيطان لا يتمثل بي. هناك خصال لترى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهم تقريب العبد من رب السماوات والأرض، وكيف يتقرب العبد من رب السماوات والأرض؟ يتقرب به بحبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أفضل الأولين والآخرين بخصاله، ويتبع هداه، ومن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نراه في المنام وهو حقا؟ لا شك بذلك، الصادقون عند أقوالهم، الصادقون يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروه، لا شك بذلك. كيف يراه؟ هناك خصال من سلكها سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هي هذه الخصال؟ الدين، الصلاة على الرسول بهذا العدد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. بأي سيرة تشاء صلي منها 300 في كل يوم، كل يوم بأي سيرة تشاء صلي بها 300 في كل يوم. إنك ترى العجب بأم عينيك ولا شك بذلك، ترى العجب بأم عينيك ولا شك بذلك. إن أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكي مالك لا يكون مالك من الحرام، وابتعد عن الربا، وكل ما نهاك عنه الرسول فانتهى فتراه، لا شك بذلك. إن كنت حقا تصلي عليه بهذه السيرة 300 في النهار، كل يوم تصلي بي عليه 300 بهذه السيرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. وإن أردت حقا أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فتراه، أتبع خصاله. إن قال لك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فافعل، إن قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا فافعل، إن قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل لبيته برجله اليمنى ويسلم على عائلته وعلى أزواجه الطاهرين فافعل، إن قال لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل للخلاء برجله اليسرى ويأخر اليمنى فافعل، إن قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أي شيء نهاك عنه فاتركه، اتركه ولا تتفكر عاد في ذلك، أي شيء نهاك عنه فاتركه، إنه خير لك، فهو خير لك إن تركت الأمر. أستودعكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إني صادق في قيلي ولا أمزح معكم، وإني أقول الحق من رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلا من أتى الله بقلب سليم. وبشركم أيها المغاربة، وبشركم بشرى خير. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.